احنا معانا حبيبنا عم سليمان حسين صاحب هذا التاكسي. ازيك يا باشا؟ ازيك يا فندم؟ الحمد عامل لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام يا فندم. الحمد لله والشكر لله. انا طبعا عارف الحكايه بتاعه احتراق التاكسي، والحمد لله سبحانه وتعالى اللي نجاك وخرجك منه بالف سلامه، لكن احكي لي على الاستجابه، ايه اللي حصل؟ ما كنتش وصلتك متخيل ازاي؟ ان السيد الرئيس في ظل مشاغله ومؤتمراته والبلد اللي بيبنيها من جديد انه هيبص لي او هيبص لمواطن عادي يعني بامانه، انما هو يعني بامانه يعني بص يعني مش عارف اقول لك، عمل معايا حاجه حلوه قوي، فتح لي بيتي من جديد ان انا اشتغل، فتح لي بيتي ان انا ابتدي اقوم تاني، ابص لاسرتي، افتح اسرتي. راجل يعني السيد الرئيس تفضل مشكورا في كل ده، بيبص بيقول لي قوم اشتغل، قوم اشتغل بدل ما تقعد، قوم اشتغل بدل ما تقف على مصيه، قوم اشتغل بدل، وانا مش بتاع الكلام ده. والحمد لله يعني رضا من عند ربنا، الحمد لله والشكر لله. رحمة ربنا أولا ثم سيد الرئيس يبص لي أمانة يعني. وصلتك ازاي الاستجابة بتاعت الرئيس؟ والله وصلتني وأنا قاعد كنت بتكلم مع ناس من صحابي ولما وصلتني أنا ما كنتش متأكد، مرة واثنين وثلاثة، حاسس إن في حاجة كده خيال بيعدي من قدامي. ايه جالك تليفون يعني مثلا؟ جالي تليفونات، ألف مبروك يا عم سليمان، الرئيس استجاب لك والرئيس خصص لك عربية والرئيس، ما مش مصدق، مش ايه ده، في ايه يا جدعان في ظل الظروف الصعبه وفي ظل شغله وده ويبص لمواطن عادي تحت في الارض كده؟ لا، فيعني حاجه في منتهى الجمال. انا بشكره وبقول له يا ريس جميلك على العين وعلى الراس، وربنا يخليك لينا ويخليك لشعبك واحنا وراك والله في اي حاجه. بقالك قد ايه شغال على التاكسي يا عم سليمان؟ 12 سنه و18 يوم. ده انت حاسبهم باليوم و 11 ساعة يا فندم والله. الله أكبر. عمري يا فندم، عمري وبيتي وأكلي وكل حاجة سيادتك تتخيلها. وولادك عندهم قد إيه؟ معايا عبد الرحمن تالتة تمريض، ومعايا منة تانية إعدادي. تالتة تمريض عبد الرحمن ومنة تالتة إعدادي، شهادة السنة دي يعني. إن شاء الله بإذن الله. وبتذاكر منة ولا إيه؟ أيوة طبعًا يا فندم، لازم تذاكر يعني، ما يبقاش يعني كده وكده، لازم تكون حاجة حتى تفرحني. طب قول لي يا عم سليمان، احنا كنا نصدق زمان ان الكلام ده يجرى؟ لا يعني من 10 سنين 15 سنه كنا نصدق حاجه زي كده؟ لا 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 بجد والله، قول اللي انت عايزه. والله يا فندم لا، حادثه عاديه وعدت وخلاص وخلصنا. حادثه عاديه، ايه حادثه ايه، سواء تاكسي عربيتي ولعت خلاص، اعمل محضرك وخلاص وشكرا وخد عربيتك وامشي وخلاص. طب انا هسالك سؤال. لا مفيش الكلام ده. هسالك سؤال. بص للناس بعين الرحمه في اي حاجه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. وقول لي يعني، خد راحتك. في ناس تيجي تقول لك مثلا ايه، هو السيسي عمل ايه في البلد يعني؟ عمل ايه لمصر؟ عمل ايه للمصريين؟ لا، انزل وبص في الشارع، انزل وبص في الميادين، انزل. انا عن نفسي سواق تاكس بشوف حاجات الله اكبر عليها. زي ايه؟ فرقت معاك ايه؟ طرق، مشاريع، كباري، مصانع، كل حاجه بتتعمل جديده. انت باعتبار حاجات كتيره اتعملت، ما حدش يضيع حق حد ابدا، حرام حرام، ما حدش يضيع شعب بني ادم. يعني انت باعتبار انك راجل بتسوق تاكسي وبتوصلنا وبتجيبنا، فانت بتستخدم طول الوقت الطرق والكباري واللازم. أيوة النهاردة انت حاسس ان في فرق بجد؟ ايوه يا فندم، النهارده عشان تقول لي تعالى النهارده من مثلا من الجيزه روح الرحاب، كان في الاول بتاخدها في ساعتين وثلاثه واربعه. كان ممكن تقول للزبون ما اقدرش. ايه؟ كان ممكن تقول للزبون ما اقدرش، الطريق طويل ومش هقدر. وتكلفة عالية. النهاردة لا، النهاردة ما فيش، عندك 50 طريق تقدر تاخده. وتطلع المشوار عادي وان شاء الله تبقى مربوحة. اللهم امين. اللهم امين يا عم سليمان. اللهم امين يا رب. ربنا يا رب يحفظك ويغنيك من عنده. يحفظ بلدنا ويحفظ رئيسنا. ويرزقك بالحلال، اللهم امين. المحترمة اللي دعمتني بكل ادب وبكل خير ورفعت السماعة وقالت لي الحمد لله على سلامتك، انا بشكرهم جدا. كل ناس قالت لي يعني انت فين؟ لا انا بشكرها والله، ناس ما تعرفنيش وناس جريت ورا مني وناس وقفت ودعمتني لا احنا ناس، احنا شعب جميل جدا. ده مين اللي ادالنا الزغروطه الحلوه دي يا عم سليمان؟ فرحانين بيت حياه يا فندم. بيت حياه وحياه جديده ان شاء الله. والزغروطه الحلوه دي من عند مين؟ لبنت اختي اللي تعتبر بنتي بالظبط. ما شاء الله ربنا يخليها، عندها كام سنه؟
سلمى عندها 18 سنة بتدرس؟ لا القاعدة، وإن شاء الله بتشتغل بإذن الله. بدأت بإذن تشتغل الله. ولا؟ بتشتغل الحمد لله. يا الله تشتغل كده وتشد حيلها بإذن الله. اللهم طب آمين أنا يا عايز رب. الزغروطة دي مرة كمان بقى يا عم سليمان، نقول لها يوسف خلاص يا سلمى، بيسلم عليك يا سلمى. حلاوة سلمى. الله يخليك يا باشا، سيد الرئيس. الحقيقة أنا بأمانة بأمانة مش عايز أقول لك، أنا 3 أيام كنت في سواد مظلم، مظلم لا جدا. بعد الشر النهارده لا. عليك يا أخي، بعد الشر عليك، الحمد لله. بعد الشر. ربنا يعزك الله ويحفظك يخليك. ويسبب الله لك كل يخليك. أسباب الرزق والراحة اللهم والبركة آمين. اللهم فيك وفي يحفظ الحاجة شعبنا وفي من كل حاجة ولادك وبيتك وحشة، كله يا رب. ويحفظ شعبنا من كل حاجة وحشة، من كل حاجة وحشة يا رب، وجعلنا الرئيس كده عون لينا على طول. أول ما تستلم بقى العربية الجديدة زي ما يطلع المشوار ده لازم يبقى مجاني ولا إيه؟ يا فندم اهل الخير للخير، اهل الخير للخير، وربنا ييسر. انا ناوي ان شاء الله اعمل حاجه، يعني ان انا بإذن الحمد لله الله مؤمن اللي بالله قدرك عليه ومؤمن ربنا بالقدر، سبحانه وده حاجه ما وتعالى. فيهاش كلام. ربنا يجعلك انت كمان سبب في الخير يا عم سليمان. ربنا يخليك يا رب ويديلك الصحة ويبارك لك في الموجود. اللهم آمين. عم سليمان حسين صاحب التاكسي المحترق.